أما في السودان فقد قال قيادي في قوى الاحتجاج إن الخلاف ما زال قائما بين تحالف قوى الحرية والتغيير والعسكريين حول رئاسة المجلس السيادي المنوط بإدارة الفترة الانتقالية. واتفق المجلس العسكري وقوى الاحتجاج على أن يستأنفا مساء الاثنين التفاوض حول تشكيلة مجلس يدير شؤون البلاد بعد أكثر من شهر على الإطاحة بالرئيس عمر البشير. بعدما يزيد على الشهر على الإطاحة بالرئيس عمر البشير وتوقف المفاوضات لمدة 3 أيام، اتفق المجلس العسكري الحاكم في السودان وقوى الحرية والتغيير على استئناف التفاوض بشأن تشكيل مجلس يدير شؤون البلاد، وذلك بعد مفاوضات ماراثونية استمرت طوال الليلة الماضية. المدنية سننالها مهما ماطل المجلس العسكري، مهما ماطل كل سياسي، مهما تدخل كل سياسي بطريقة بذيئة خسيسة دنيئة، نحن لن نتراجع، لن نتراجع عن مطالبنا. وكان تجمع الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات قال أن المفاوضات ستتركز في القضايا العالقة فيما يخص نسب التمثيل في المجلس السيادي ورئاسته، مؤكدا تمسكه بمجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري محدود ورئاسة مدنية. الأمر أمر جلل وأمر كبير يخص دولة كاملة مثل السودان، فيها مفاصيل لإدارة حكم جديد ومرحلة مفصلية ويتخلص من نظام دام فترة حكم طويلا جدا. وكانت واشنطن وعدد من ممثلي الاتحاد الافريقي واثيوبيا قد حثت المجلس العسكري وقوى الحريه والتغيير على التواصل لاتفاق باسرع وقت ممكن بشكل يعكس اراده الشعب السوداني. ويدعو المتظاهرون الى تحول سريع للحكم المدني، كما يطالبون بالقصاص لعشرات الاشخاص الذين قتلوا منذ ان عمت احتجاجات السودان منذ 19 من ديسمبر كانون الاول نتيجه ازمه اقتصاديه وعشرات السنين من حكم الرئيس عمر البشير. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الناشط السوداني محمد آدم. يعني سيد محمد أهلا بك، وهل أو ما صحة الأنباء التي تفيد بأن خلافا ما زال قائما بين تحالف قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري حول رئاسة المجلس السيادي؟ مساء الخير عليكم وشكرا على الاستضافة. نعم، ما زال هنالك خلاف كبير ما بين المعسكرين، معسكر إعلان الحرية والتغيير ومعسكر المجلس الانتقالي، والخلاف الآن حول من الذي يرأس المجلس العسكري. ما زال العسكريون مصرون على أنهم أن يكون البرهان هو الرئيس للمجلس العسكري، وأيضا من جهة أخرى إعلان الحرية والتغيير تقول أن رئاسة المجلس لابد أن يتولاها شخص مدني، لأننا لا نريد أن نكرر تجربة عمر البشير الرئيس المخلوم من جديد. وهذا هو الخلاف الكبير الآن الذي أدى إلى تأجيل التفاوض في 72 ساعة الماضية، ومن ثم استئناف التفاوض من جديد. وبعد استئناف التفاوض من جديد ما زال هذه العقبة موجودة حتى هذه اللحظة، ولم تحل هذه الإشكالية. كل فريق يتمسك بموقفه، والآن نحن نعلم تماما أن المجلس العسكري غير جاد في تسليم السلطة، وبهذه الطريقة يحاول الإسفاف ويحاول التماطل ويحاول إحضار مزيد من الوقت لتمكين النظام البائد برئاسة المخلوق عمر البشير. لكن نحن في تقديرنا أن الآن يجب أن يتم التصعيد الحراك لأعلى مستوى حتى يعلم المجلس العسكري بأن الحقوق تنتزع وليست توهب كما هم يوهمون، بأننا نستطيع أن نصمت أمام هذا الكم الهائل من المعتصمين أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلح. الإصرار على رئاسة المجلس العسكري من قبل شخص عسكري يدل بما لا يدع مجال للشك أن المجلس العسكري يريد إعادة إنتاج النظام القديم بوجوه جديدة، وإلا لماذا يصر المجلس العسكري على أن يكون رئيس المجلس عسكريا وليس مدنيا؟ هذا السؤال يعود بنا تماما إلى حقبة عمر البشير، ودائما أن العسكر هم يريدون السيطرة والتحكم في مستقبل البلاد، ومن ثم يريدون أن يوظفوا الذين وقعوا إعلان الحرية والتغيير عندهم، وليس يكونوا شركاء حقيقيا في هذا المجلس. هم يريدون من قيادة التجمع المهنيين أن يكونوا موظفين عندهم ويتلاعب بهم ويفصلهم. لكن هناك مفاوضات، إلى ماذا يمكن أن تفضي هذه المفاوضات بين المجلس العسكري وبين قوى الحرية والتغيير والمعارضة عموما؟ أنا حول هذه المسألة، هذه المفاوضات بدأت عقيمة
وستبقى أخيمة ولن تنتج شيئا في الأيام القليلة المقبلة. نوايا المجلس العسكري يوحي تماما بأنهم غير جادين في تسليم السلطة، لأنهم لا يمتلكون إرادة. المجلس العسكري يستمد إرادته ويستمد مشروعيته من المعسكر، معسكر محور الشر اللي هو الإمارات والسعودية والإمارات السعودية ومصر، وإعلان الحرية والتغيير يستمد إرادته من الشارع ومن المعتصمين. فبالتالي تداخلت الأجندة الخارجية والأجندة الداخلية، فبالتالي لا يمكن أن يتفق أصلا المدنيين مع الأسكر، لأننا جربنا حكم الأسكر لـ30 سنة ونعرف كيف يفكر الأسكر وكيف يخططون لمستقبل هذا البلاد. هؤلاء هم باختصار شديد هم بقايا النظام السابق، نظام عمر البشير، فبالتالي يتآمرون على هذه الثورة من أجل الانقضاض عليها ليلا أنا نهار، فبالتالي لا يرتجى منهم أن يسلموا هذه السلطة لحكومة مدنية. الناشط السوداني محمد آدم كنت معنا عبر الخط الهاتفي، شكرا جزيلا.